ب13 من يوليو الماضي اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هانية في العاصمة الإيرانية طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وهو ما اعتبرته إيران انتهاكا صارخا لسيادتها. ظلت إيران تتوعد وتهدد بالرد على إسرائيل، لكن الأخيرة تمادت أكثر فأكثر مع التصعيد الأخير على لبنان، واستهدفت العشرات من عناصر حزب الله في لبنان وقيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت، ابتداء بالقائد العسكري فؤاد شكر وليس انتهاء بالرجل الأول في الحزب حسن نصر الله. التصعيد المتواصل من قبل الاحتلال ضد حلفاء إيران في المنطقة دفعها إلى الهجوم على إسرائيل وإطلاق أكثر من 200 صاروخ طالت عددا من المدن المحتلة. هذا الهجوم الأول من نوعه أرعب إسرائيل ودفعها إلى إغلاق مجالها الجوي وتوقيف الرحلات. في المقطع المتداول على منصة التواصل الاجتماعي تظهر الصواريخ الإيرانية وهي تتساقط في سماء تل أبيب والمدن الفلسطينية المحتلة. نتابع. الرد الإيراني على إسرائيل قوبل بإشادات من حركات المقاومة الإسلامية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس التي باركت عملية إطلاق الصواريخ نحو المدن الفلسطينية المحتلة، واعتبرت الرد رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية تكبح جماح إرهابهم. يقول بيان حماس: باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية إطلاق الصواريخ البطولية التي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في إيران على مناطق واسعة من أراضينا المحتلة. وقالت الحركة في بيانها أن العملية تعد رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة وانتقاماً لدماء شهداء أمتنا الأبطال، الشهيد المجاهد إسماعيل هانية والشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. البيان أكد على أن هذا الرد الإيراني المشرف هو رسالة قوية للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية على طريق ردعهم وكبح جماح إرهابهم، فقد تجاوزت جرائمهم وغطرساتهم وانتهاكاتهم القوانين الدولية والأعراف الإنسانية كل الحدود. حركة الجهاد الإسلامية في فلسطين هي الأخرى باركت الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري، وقالت إن هذه الضربات المؤلمة هي بعض ما يستحقه هذا الكيان المجرم. جاء في نص بيان الحركة: نبارك الأيادي التي صنعت تلك الصواريخ وأطلقتها، ونبارك للقيادة الشجعان الذين اتخذوا هذا القرار الشجاع ووجهوا ضربة هي الأولى من نوعها لهذا الكيان الغاصب الذي بات مكشوفا ولا يستطيع الاستمرار لساعات لولا الدعم الغربي المطلق وفي مقدمته الإدارة الأمريكية. نهيب بشعوب الأمة العربية والإسلامية أن تثق بقدراتها وأن تتحرك نصرة للشعبين اللبناني والفلسطيني، وتنتفض في وجه الطغيان الأمريكي لوضع حد لهذا الاستكبار الغاشم. أما جماعة الحوثي فقد اعتبرت العملية الإيرانية لردع الكيان الإسرائيلي السبيل الوحيد لمنعه من التمادي في جرائمه. يقول الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على منصة إكس: ردع كيان العدو الصهيوني والتصدي له هو السبيل الوحيد للجمه ومنعه من التمادي في جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني واللبناني وفي المنطقة. إننا نبارك العملية الإيرانية التي ضربت أهدافا عسكرية للعدو داخل فلسطين المحتلة، ونحيي الجمهورية الإسلامية على مساندتها فلسطين والتصدي للهيمنة الأمريكية في المنطقة. التصعيد العسكري من قبل الحوثيين أخذ بالتصاعد خصوصا عقب الأحداث المشتعلة والهجوم الصاروخي على تل أبيب، إذ أعلنت الجماعة استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل بثلاثة صواريخ مجنحة. الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحيى السريع قال إن
تمكنوا من الوصول إلى أهداف بنجاح وسط تكتم العدو على نتائج العملية. يقول سريع في منشوره على منصة إكس: بيان القوات المسلحة اليمنية بشان تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاث صواريخ مجنحة نوع قدس 5. على الأرض ابتهجت مناطق متعددة من قطاع غزة وهتفت بالتهليل والتكبير تعبيرا عن التأييد والتفاعل مع التطورات الميدانية الأخيرة والمتمثلة في ضرب الحرس الثوري الإيراني عمق الاحتلال الصهيوني. في هذا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر أهالي الشهداء والنازحين في مدينة غزة وهم يستقبلون الصواريخ الإيرانية بالتهليل والتكبير. نشاهد. اقسم بالله ما احنا بنحكيين. الله اكبر، يعني فرحه عارفه داخل مستشفى شهداء الاقصى بصواريخ المقاومه اللي بتطلق من كل مكان حاليا تجاه الداخل المحتل. الله اكبر ولله الحمد. يعني هذه الصواريخ، الله اكبر ولله الحمد. في الجانب الآخر تباينت ردود الفعل الدولية بشأن الرد الإيراني على إسرائيل. قللت واشنطن من الهجوم الإيراني على تل أبيب. البيت الأبيض قال إن بايدن أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. يقول البيت الأبيض في بيانه: أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس جو بايدن أعطى تعليماته للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية وإسقاط الصواريخ التي استهدفت مدنا إسرائيلية متعددة. وذكر البيان أن الرئيس بايدن ونائبته الرئيس كاميلا هاريس يراقبان عن كثب التوتر المتزايد بين إسرائيل وإيران. وعلى العكس من ذلك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما وصفه باتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. غوتيريش قال إن المنطقة تشهد حدوث تصعيد تلو الآخر داعيا جميع أطراف الصراع إلى إيقاف فوري لإطلاق النار من جميع الأطراف لمنع الحرب الشاملة. من ردود الفعل الدولية الإقليمية إلى تفاعلات الصحفيين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، كثير من التفاعلات اخترنا لكم منها نايف بن نهار ويقول: قيمة هذه الصواريخ ليست في عدد من ستقتلهم بل في عدد من ستجعلهم يقررون الهرب إلى الأبد من فلسطين. لقد قال إسحاق رابين إن إسرائيل تموت حين تتجمد الهجرة، فكيف رأى الكيان الصهيوني بعد طوفان الأقصى وهو يعيش أكبر هجرة عكسية بتاريخه؟ محمد النجار هو الآخر كتب قائلا: الرد الإيراني هو انعطافة كبيرة في مسار المعركة ومخالف لتوقع نتنياهو والأمريكان حول تماديهم باغتيال السيد حسن نصر الله. الأهم أن التدخل الإيراني جاء في لحظة حرجة أعادت الروح لجمهور المقاومة وبددت الأوهام بتخلي إيران عن مسؤولياتها، وبذلك ينخرط محور المقاومة ناريا من كل جبهاته ليصل طوفان الأقصى إلى مداه الأوسع. الحرب الإقليمية باتت أقرب من أي وقت مضى. أما خالد الرويشان فيقول: صحيح أن الانتقام مهم لهنية ونصر الله كهدف معلن، لكن الأهم استراتيجيا كان أن تضيف اشتراط توقف هجومك على الاحتلال بتوقف هجومه على لبنان وانسحابه من الجنوب على الأقل كهدف استراتيجي عاجل لمعركة أمس وكمقدمة للهدف الأكبر وهو وقف إبادة غزة. مياح غانم أيضا كتب قائلا: تساقط الصواريخ على كل أرجاء الكيان المحتل، كل شعب إسرائيل تحت الأرض بالملاجئ. إيران تعلن رسميا بدء الهجوم على الكيان المحتل ومن مختلف مناطق إيران. الإعلام الإيراني يقول: كانت إيران تظهر تصريحات عكس ما تنوي، الصواريخ وصلت خلال ربع ساعة وفق تعتيم كامل ثم هجوم مفاجئ.
أما عدنان هاشم فهو الآخر كتب قائلا رسالة أو رسائل كرة اللهب الإيرانية دائما ما كانت استراتيجية. إيران تجنب بلادها ويلات الحرب والدمار، لكن كرة اللهب التي شوهدت فوق إسرائيل بمثابة إعلان حرب، خاصة وأن إصرار نتنياهو بدفع الولايات المتحدة لحرب إقليمية شاملة واضح في واشنطن أكثر منه في طهران وعواصم المنطقة، بغض النظر عن الأثار التي خلفها الهجوم في الأراضي الإسرائيلية أو حجم الردع الذي بنته الصواريخ الإيرانية، فإن جرأة وأهمية هذا الفعل تشير إلى أن النظام في طهران استشعر تعرض أمنه القومي للخطر المباشر. أما حفيظ الدراجي فكتب قائلا حين تضرب طهران قلب تل أبيب يصبح الوضع أكبر من مجرد انتقام أو رد فعل، إنه صراع بقاء بين مشروعين تتشابك فيهما حسابات التاريخ والحاضر مع جغرافيا المستقبل والمصير، وما بين السماء التي تهتز والأرض التي تشتعل يبقى السؤال من سيعيد ترتيب رقعة الشطرنج التي لن تنتهي لعبتها في المنطقة. أحمد أبا زيد يقول عدم سقوط قتلى إسرائيليين في القصف الإسرائيلي في القصف الإيراني وإرسال صواريخ برؤوس ضعيفة الانفجار هو أمر مقصود إيرانيا وليس فشلا للضربة. أرسلت إيران رسالتها وأثبتت إمكانية الرد وإصابة أهداف داخل إسرائيل. سقوط قتلى مدنيين سيضاعف التعاطف الدولي مع إسرائيل ويبيح ردا مقابلا على مناطق مدنية في إيران.